السلام عليكم. اللي هنجاوب النهاردة على سؤال حلو أوي، إيه هي النقط اللي باخدها في اعتباري وأنا ببحث عن منحة للدكتوراه؟ هي مجموعة نقط مهمة جدا. أولها، أول نقطة هي إن أنا الرانك بتاع الجامعة اللي أنا رايحه، يفضل تكون رايح جامعة لها رانك عالي في لستة بالجامعات، وطبعا ممكن تجيب توب 100 وتوب 50 وفي توب 10 وفي توب 20 حسب، زي ما طبعا كل ما تطلع في مقدمة الرانكد كل ما يكون أفضل. ده يبقى دي أول بوينت. تاني بوينت مهم جدا، الدولة اللي انت هتاخد منها اللي فيها الجامعة. عندك الخليج مثلا، دايما بيطلبوا بعد كده بعد ما تاخد الدكتوراه وعايز تشتغل في جامعة في الخليج، دايما بيطلبوا اللي واخدين دكتوراه من أمريكا وكندا يعني، فدي بيبقى لها وزن شوية، فالنقطة دي مهمة. فبرضو الدولة اللي أنا هروح أخد فيها الدكتوراه مهمة. طيب عندك أمريكا، كندا، دول الاتحاد الأوروبي، الغرب الأول وبعد كده الشرق، عندك بعد كده أستراليا، بعد كده طبعا اليابان قوية جدا في الجانب دوت وجامعاتها قوية جدا، الصين، وفرص الصين عظيمة وأكتر فرص متاحة هي في الصين أصلا، عندك برضو في روسيا. بس طبعا يعني إيه، أنا بدأت بالنقط اللي هي مطلوبة في الوقت الحالي. طيب في كمان نقطة حلوة تانية، إيه هي؟ الفلوس. يفضل تروح منحة يكون فيها دعم مادي كبير بحيث تقدر تعيش، لأنك أنت بنسبة كبيرة في الفترة دي بتكون متزوج، فترة الدكتوراه بتكون متزوج، ولو مش متزوج بتعد نفسك للجواز، فبتبقى محتاج دعم مادي كبير. فدايما بختار المنحة اللي فيها دعم مادي كافي ان انا اعيش انا واسرتي. طيب ولو ينفع توفر كمان توفر، انت الكسبان لما ترجع برضه تقدر تعمل حاجة بالتوفير. طيب ايه النقطة اللي بعد كده مهمة؟ النقطة بتاعت ان انا اروح دولة تكون بتتكلم انجليزي. عندك 4 دول تقريبا او اكتر، من في اكتر من 4 دول بس يعني 4 مشهورين، امريكا، كندا، استراليا، بريطانيا، ال4 دول بيتكلموا انجليزي. فعشان ولادك انت بتروح تستقر هناك وممكن بعد كده تستقر تاني اكتر في المكان ده، فيفضل انت هتعيش مستريح وهتعيش مبسوط اكتر لو انت في دولة بتتكلم انجليزي. طيب ايه النقطة اللي بعد كده؟ النقطة اللي بعد كده الجنسية. لو انت رحت دولة بتدعم المهاجرين دي يكون افضل، لو انت عشان لو انت هتكمل فيها او هتقعد فيها فترة. عندك امريكا، كندا، استراليا، وفي بعد كده المانيا، في تاني دول تانية بس انا ايه، انا بتكلم على اللي انت ممكن تاخد الجنسية. طبعا دي نقطة كمان كويسة. المهم ان انت تاخد في اعتبار، مش هينفع تجيب النقط دي كلها في حاجة واحدة يعني، هتبقى صعبة اوي شوية، بس على الأقل تحقق فيها كم نقطة من دول. الصين على فكرة التعليم فيها قوي جدا، فيها جامعات رانكد عالية جدا، وأعتقد بتدي المبالغ المالية اللي فيها اللي شافها رخيصة، فبتدي المبالغ المالية متواضعة ولكن بتكفي، لأن هي المعيشة فيها رخيصة والتعليم فيها قوي وهتتعلم فيها كتير جدا، وعندهم النشر والمعامل رهيبة، وعندنا تجارب كتير من زملاء اخدوا من الصين يعني، فما تقللش من الصين، الصين قوية وفرصها كبيرة جدا. فطبعا كل ده نقاط مهمة، اكتب لي في التعليقات من وجهة نظرك ايه النقط اللي المفروض ناخدها في اعتبارنا واحنا بنختار الجامعة اللي احنا رايحينها، ولو حصل بالفعل لو عندك اكسبيرينس اكتبها لنا. شكرا.